يسبح شهران على التظاهرات في العراق شهران ولا شيء من الوعود الحكوميه تحقق والغضب الشعبي في الجنوب يتصاعد الى مستويات لم تعهدها الاحزاب الحاكمه التي كانت تراهن عليه كخزان شعبي داعم لها واذ بها نار تحت الرماد يتصاعد غضباها شيئا فشيئا حتى تحولت التظاهرات من مجرد مطالب خدمية إلى أسقاط العملية السياسية برمتها صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية قالت وفي تقرير لها إن هذا الغضب الشعبي ينذر بعاصفة قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتنقل الصحيفة عن المتظاهرين قولهم إن العراقيين فقدوا الثقة في الحكومة والأحزاب السياسية بعدما اختبروها لمده 15 عاما والنتيجه واضحه فساد واستغلال وبلاد على شفير الهاوية حيث لا مياه نظيفه ولا كهرباء ولا خدمات صحيه او تعليميه هذه التظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل بغداد ومحافظات جنوب ووسط العراق اندلعت شرارتها بالبصره التي تمتلك 70% من الاحتياطي النفطي العراقي ورغم كل هذه الثروات لا يجد شباب البصرة عملا يوفر لهم معيشتهم بعدما تغول الفقر في المجتمع ليتخطى حاجز الثلاثين بالمئة باعتراف وزارة التخطيط وهو ما دفع المتظاهرين للانتقال إلى الاعتصامات المفتوحة أمام الحقول والشركات النفطية وخارج قطاع النفط والخدمات أدخل المتظاهرون الاعتصامات في مرحلة جديدة عنوانها رفض نفوذ الميليشيات وتدخل إيران في العراق حيث أحكمت بقبضة سلاحها على البلاد وأدخلتها في دوامة عنف لا ينتهي لم يسلم منه المتظاهرون بالمقابل تقول مجالس المحافظات في البصرة وذيقار وبغداد إن الوعود التي أطلقتها الحكومة لتهدئة غضب المتظاهرين لا تزال حبرًا على ورق، وحتى إن تم إطلاق الأموال فإنهم يشككون في وصولها إليهم جراء الفساد الحكومي، الذي يبدو أنه نقطة فاصلة ستزيد إصرار العراقيين لإسقاط العملية السياسية بكل أركانها.